Dubai whips. What did you say? What the fuck? شركة ايبك جيمز بعد كل تحديث للعبة فورتنايت بتنزلنا تحدي مخفي ب 10,000 اكس بي او 25,000 اكس بي، ولكن هالمرة في تحدي مخفي ب 10,000 اكس بي. ان شاء الله لحقلك على التحدي المخفي هاد، وبعد منه لحقلك على الجامب سكير اللي عم تصير مع بعض الستريمر بعيد الهالوين وسمعك اصوات الباص او نغمة الباص بشهر الهالوين او بعيد الهالوين. ولو حابب تشارك بالجيفاوي على 20 دولار موجود عندي بسحب تحديات الاسبوع الثامن، كل عليك انك انت تفوت على تحديات الاسبوع الثامن عندي بالقناة، وبعد منه تحط لايك على الفيديو، تكتب كومنت حلو باي شيء بدك، اي تعليق اكتبه وانا الحامل جيفاوي على التعليق بشكل عشوائي، يعني حط برنامج بيختار تعليق بشكل عشوائي. طبعا انا كل اسبوع عم بعمل جيفاوي ب 20 دولار، وان شاء الله طبعا نهايه السيزون اللي حيكون على البطل بس بنهايه حلوه ان شاء الله، يعني من هلا صفران شي 50 يوم ان شاء الله رح يكون في جيفاوي حلو، بس ان شاء الله نوصل 20,000 قبل نهايه السنه، وبنفرح هيك بالموضوع، وبصير بعمل ان شاء الله كل اسبوع 20 دولار جيفاوي مثل السيزون الماضي وقت عملنا جيفاوي على 100 دولار. فهلا والله بسكان الطاوله الارضيه وفيديو جديد. بالنسبة يا شباب للتحدي المخفي اللي حيكون معنا بعد التحديث 14.30، كل تحديث بيصير بعد منه تحدي مخفي عم تنزله شركة ايبك جيمز، هيك مبسط شركة فورتنايت بهذا الموضوع شكله. فإذا أنت أول مرة عندك تشاهد فيديو على القناة اشترك وفعل زر الجرس مشان يوصلك كل التحديات المخفية والأشياء الجديدة على لعبة فورتنايت وأي شيء ثاني. طيب بالنسبة للتحدي المخفي هاد شو؟ التحدي هذا المخفي مو مطلوب منك أي شيء، كل عليك أنك أنت تروح عند الخريطة أو عند الرسمة تبع الأقزام طبعا المطلوب وبس، الموضوع بسيط جدا، بيعطوك 10,000 اكس بي. هذا هو مكان التحدي يا شباب اللي حيكون عند السد العالي، بتروح لهنيك بتوقف، وضع بسيط وسهل جدا. فانا راح اترككم مع مقطع صغير بورجيك مكان التحدي بالضبط وارجع لكم. بعد منا خلينا نحكي شوي على شهر اكتوبر اللي حيصير فيه الهالوين بالنسبة للعبة فورتنايت. طبعا كلاتكم تعرفوا فورتنايت، وبالنسبة للهالوين احنا فصصنا الهالوين بالفيديوهات الماضية وحكينا كتير على الهالوين وحكينا شو بده يصير وشو السكنات المتوقعة وشو الاقتراحات اللي حتصير. ولكن حاليا انا جبت لكم صوت الباص اللي حيكون معنا لهالوين 2020 يلي هو تبع 2020 اللي الله يخلينا هالسنة شو حلوة كانت، يعني الله يجيرنا منها. فهي السنة ان شاء الله رح يكون صوت الباص مختلف ورح يكون في شوية ريمكسات على الاغاني القديمة، فراح اترككم تسمعوا وارجع لكم. مثل ما سمعتوا صوت الباص تبع هاي السنة يا شباب، يعني باين انه تقريبا ماخذين ميكسات كتير من اغاني او نغمات تبع الرقصات او الايموت بلعبة فورتنايت وخالطينها كلياتها وعاملين هيك كوكتيل اغاني ظريف بالنسبة للهالوين. صراحة النغمة حلوة كتير هذا السيزون اللي حتكون، ان شاء الله رح يكون سيزون حلو بالاضافات كسيارات واشياء وهيك عم تصير معنا بالنسبة لهذا السيزون. فان شاء الله انا هلا هيك رح انهي المقطع تبعي ورح ورجيكم بعض اللقطات للجامب سكير اللي عم تصير معنا كانت ايام الشابتر الاول وايام الشابتر الثاني بعيد الهالوين بشكل عام. فشكرا لكم يا شباب، كود دعم بالاتم شوب ميمو 9 وبرعاية الله. الله ياخذكم يا ربنا، ياخذكم الله، ياخذكم الله، ياخذكم الله، ياخذكم الله، لا يوفقكم الله، يشلكم. اوكي 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 اوكي. What the f- Nah, what the fuck is that? Dude, I don't fuck with this shit. What is that? What the fuck? This guy's fighting. Oh my god, bro! Let's get the crap out of me. Bro, I swear, there's gonna be little kids playing this game. They're gonna- Oh my- Oh my Jesus.
I have not had that happen yet today, so it's kind of scary. Oh, that's so cute, Ichi. That's you. Oh, could you bring... Fuck you! Oh. I needed to. Just me. Like, I don't really care. What the... Oh my god, bro. What's wrong with your snipes? My snipes are not... Oh, oh my fucking god! Oh my god, dude. Oh my god! I hate this game. Yeah. I don't know if it was like a good thing. Ow! I know what happened. I forgot that was in this game. You posted the clip yesterday, too. Dude, come out of the fridge! Ah! Oh my fucking god, bro! Oh my fucking god, dude. I'm literally on mouse and keyboard, so I'm like closer to my screen, man. Oh shit, that scared the shit out of me, bro. I actually jumped in my chair, dude. That zombie? Yeah. Yeah, I did a level 3. Because, okay, I've been doing level 2 beds, but I wasn't getting sunburn or anything, so. What the fuck? Holy shit! Holy fuck! What the fuck? No! 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 Oh! Oh my word! Really? I know Mike Long. I didn't mean to do that. Shut up! Okay, good. All right, what's up? What's up? What's up? I got nomads, but. What? Is there any? Is there any? No, I have no shields. Dubai whips. What did you say? Steel, take the steel. What you got? What the fuck? This motherfucking setup just fell over. Wait, I'm going to a stream. Wait, what happened? What the fuck? Oh, I have a present for you. I hate those little shit. Oh no, you can be alive! Are you okay? I still haven't found a gun yet. No, I'm not okay! This is abuse! This is actually trash! I haven't found a gun yet, but I can try and claw him down with my axe thing. Are you okay? What the fuck? It's a zombie, isn't it? I swear. What the fuck? Like that. I have a fishing rod. Okay. Oh! Oh my god! Yes. Why am I... How did I end up in the bush?